نرجع تاني حاجة الناس بتبقى عايزاها في دماغها، أي فكرة أحدية قد تستعرض على الأقل من الشيء بجهد الإنسان حتى تصل إلى مرحلة استعمال الإنسان. يعني إحنا مثلا فكرة الخلايا الجزائية دي أنا تقريبا بقى لي 15 سنة أتحدث إن إحنا جمع كمان 10 سنة أخرى من التجارب المعملية هي بتبني ضغط عمليه حالات التجارب، وردت على ان حالات التجارب قبل من العلم كانت تجربه بشريه، وده بيقودنا في الفكر الجديد يبقى بسيط شويه في النتائج العلميه اللي هي المؤثره، لكن بالنسبه لي بشكل عام لازم اقول ان هو جديد في يعني نتكلم مثلا في مجال صحه المعارضات والنساء الحديثة صغيرات السن مرحلة كبير احنا في مواد مخصصة متلازمة بكاشة هذه الحالة ممكن ما نحتاجش ممكن نتكلم ان احنا نحاول نوصل بين الناس بشكل عام 12 حتى 20 نتكلم من داخل هذه الدولة ملايين الفتيات تعاني من آثار سلبية في هذه البلد. هنا هيتم استعراض ثلاث إرشادات للتحديث في حسب أدوار من المعاهد الأوروبية في خاصة الجنة في هذا المجال، ده هي شيء مهم جدا لأن مش عايز أقول إن مش 20% من البلاد سواء في البلاد حتى في مجالات أخرى يعاني من هذه المنظمة. تاني عمليات ضبط العلاج ووضع الأولويات العلاجية اللي هي بتتم تغييرها يعني مش عارف من عام لآخر ده بيبقى على فرق كبير جدا من الأمور. ده مثال من الأمثلة اللي هي